السلام عليكم شباب، اليوم راح اشرح لكم بالتفصيل شلون تفعل الحساب، يعني من تستلمه الى ان يشتغل عندك من اول النص. اول شغله ندوس زر البيس اللي هو هذا، ضل ضاغط عليه، تروح على تبديل المستخدم، انشاء مستخدم جديد، انشاء مستخدم، اقبل، تالي. مهم بعد ما نزل الحساب ندخل على التسجيل بكم. طبعا انا لين نفعل قبل الحساب قبل راح يدخلني الجديد، راح يطلع لك كتابات موافق، هسه موافق وراها موافق موافق. انا بسرعة طلعت لي لانه يعني بنزل حساب اللي اول مرة نزل، فموافق موافق موافق، وبالاخير يطلع لك موافق لو تخطي. وين ما تشوف تخطي روح على تخطي، يعني تلقى بس موافق خلاص موافق او نيكست، واذا لقيت موافق بصفة تخطي او نيكست بصفة اسكيب اسكيب. بعدها لازم طبعا الحساب يكون هو اللي نزلته انت، تبديل المستخدم هذا الحساب اللي نزلته انا، ثاني هذا الحساب اللي انت نزلته توك، تعرفه يعني بين لو ترجع عن لو تروح على الناو هاي يا مربع الزهر بس يفتح، تقول له تجريب 107 ايام تروح على 7 ايام هم ميكس 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 هم يطلع نفس الشيء تطلع ميكس. بالنسبة اللي اشتغل عند بلس بهذا الحساب بس روح حساب ما يقدر يلعب ما يطلع لك البلس، وين تروح؟ ترجع للحساب اللي انت نزلته هذا هذا، بعد تروح الاعدادات، إدارة الحساب، تفعيل الجهاز واعتباره جهاز رئيسي، تقول له تفعيل، راح تلقى هاي التفعيل ماكو، تدوس عليه تفعيل، هسه الغاء توخره، الغاء توخره، تفعيل، تسوي تفعيل، خلص الحساب تتنزل غيره. تروح على اعدادات الدخول، على ادارة مستخدم، حذف مستخدم، وتروح على الحساب اللي نزلته تحذف، حذف، وبعد ينتهي الموضوع في هاي القصة. بس بالنسبة التفعيل البلس، نفس الحساب على الستور، تروح على بلس، اللي عنده بلس فعل سنة شهر شهرين ما يحتاج يسويها، يفعل بس الناو، بس اللي ما عنده يفعله. اوكي مهم، تفوت على تريل هنا اوكي فري، تقول له اوكي، لو تقول له سبسكرايب او كونتينيو شوبينج، هاي كونتينيو شوبينج راح يتفعل عندك. ومن تفعله بعد ما تفعله تروح هنا نهاية تلقى الألعاب المجانية قدامك، تدوس عليها اكس اكس وذني فري فري، تختار اللعبة تنزلها، تقول له تنزيل. دعمكم شباب، فدوا دعمكم.